كرة صعبة جدا ومراد بن رافعل. نعيش الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، النتيجة 0-0 بين اتحاد العاصمة وأمل الأربعاء. ترجع لأندريا، رايح يسدد، لا يمد كرة لمن؟ عبد اللاوي بن سوغر، ومحاولة مراد بن رافعل هايلة كانت رائعة. هاي كانت لقطة جميلة جدا. مجموعة شوف كانت رائعة. يشارك في المحاولات ناحية من وشويح سوكار بالمحاولة مراد برفان. ترجع قيسان ومحاولة ومراد برفان على مرتين. الفرق اللي شت محاولة وسوكار وشويح والهدف والهدف والإصابة الأولى لدرفلو. درفلو يسجل الإصابة الأولى في الدقيقة 28. أسامة درفلو يسجل الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة. بالإضافة لحد الآن لفريق اتحاد العاصمة يبقى هذا فقط دون محاولة وتعديل النتيجة من سامي يشير. لا بل مساعد الحكم يرفع رايته. مرانش كرة كبيرة. شوف أشيو كيف انطلق. الحكم خل لعب متواصل. وهنا الحكم على اللقطة. هل كان في وضعية تسلل يشير أم لا؟ يجي وجود كرسي الاحتياط. أشيو حسين ولقطة صفق لها جمهور الاتحاد. هذا اللعب الجماعي طبعا. محاولة من فرحات محاولة والهدف الثاني. والهدف الثاني من سوغر. هدف ثاني في الدقيقة 41. هدف كان جميل لأنه التوزيعة كانت جميلة. شويح أسرع. ترجع الكرة بل الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول. معلنش عن الخطأ ومحاولة لفرحات. فرحات يفتح ناحية رأسية ناجي يسجل الهدف الثالث. ناجي يسجل الهدف الثالث طبعا في الدقيقة 30. في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. إذن ثلاث أهداف لا شيء بالنسبة لي. شوف الإعادة وفتحها يعني على طبق سجلها بكل سهولة لأنه لم يكن اللاعب يعني اللاعب كان دون حراسة وارتقاء. وعمر حمادي بلوغين ومحاولة من بن موسى والهدف الرابع. بن موسى مدفعية من بن موسى.